And ismi Zhao Jiuzhi. Hada ismi Sini. Dayman yasaluni anas limada takhtaru al-lugha al-arabiyya ka takhassusak. Fa'annani ana lastu jayid fi ar-riyadhiyat wa fiziyya wa aydan ana uhibbu al-lugha. Ana uhibbu ta'allum al-lugha 'indama ana fi al-madrasa al-thanawiyya. لذلك أنا كنت أريد أن أختار واحد من اللغات العالمية كتخصصي فلذلك اخترت اللغة العربية وإذا أتقنت اللغة العربية من السهل أن أجد وظيفة يعني كأنني فتحت بابا لعالم آخر المثنى صعب جدا بالنسبة لي مثلا أنا دائما أريد أن أقول عندي صديقاي ذهبت إلى مكانين أصبحت كسلان بعد وصولي إلى الكويت لأن ما في ضغوط ما في الامتحان مهم أما في الليل أنا دائما أخرج إلى البركية أو إلى المدينة أو إلى السلمية أقوم بسياحة أرى كيف يعيش الكويتيون أقرب أصدقاء الأول صديقي حمدي رجل جيد وطيب هكذا وأيضا لورس هو على الرغم أنه بريطاني ثقافة مختلفة جدا ولكن لا أعرف لماذا أنا أحب التكلم معه وهو هو رجل مضحك أيضا عندي أصدقاء من مختلف الدولة أنا سعيد لأنني كنت لم أتوقع هذه الحالة قبل وصولي إلى هنا وخاصة في أول أيام إلى الكويت أنا أبقى في غرفة وأنا أشعر بوحدة لم أتوقع هكذا فأنا سعيد جدا هذه الأيام الكلمات العامية مثلا دائما يقول أستاذ خالد شنو تبي أتي تخشمر معايا شلونك شخبارك هلا والله يلا هايهم تبي ديش وأيضا بعض الكلمات المصرية لو ما سكتيش هضربك اللي يشرب منك يرجع ويجيلك زيك مية زيك باشا